السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الثاني، عالم حفريات من المغرب. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أفهم وأحلل. السؤال الأول: أكتب في الفراغ معنى كلمة حلقت حسب سياقها في الجملة. حلقت بعيدا عن أرض الوطن، بمعنى ذهبت بعيدا. حلقت في سماء العلم مثل الطائر، بمعنى برزت ارتفعت. حلقت شعر رأس ابنها، حلقت بمعنى زينت. السؤال الثاني: أبحث في معجم عن معاني الكلمات الآتية: شغوف، أطار، مسار. شغوف صفة مشبهة تدل على الثبوت، مولوع، متعلق، صار محبا له. أثار بمعنى لفت نظره، استرعاه، دفعني. مسار بمعنى درب، مسلك، طريق، مجرى. السؤال الثالث: ما العادة التي ألف الأب فعلها؟ العادة التي ألفها الأب هي قراءة الكتب كل مساء بعد صلاة العشاء. السؤال الرابع: لماذا استغرب الطفل حين رأى أباه يقرأ كتابا عن الحيوان؟ استغرب الطفل حين رأى أباه يقرأ كتابا عن الحيوان لأن الأب لا يهتم بكتب الحيوانات كثيرا. السؤال الخامس: بما يهتم علم الحفريات؟ يهتم علم الحفريات ببقايا الحيوانات وآثار قديمة جدا. السؤال السادس: أعين في كل مرحلة من تعلم نزار إبراهيم الشهادة التي نالها: جامعة أبريستول بإنجلترا، كلية الطب في جامعة بدبلن بإيرلندا، جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. جامعة أبريستول بإنجلترا، بكالوريوس العلوم، كلية الطب في جامعة بدبلن بإيرلندا، الدكتوراه. جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، دراسات ما بعد الدكتوراه. السؤال السابع: أشرح معنى كل عمل من الأعمال التي قام بها نزار إبراهيم. أستاذ في جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، باحث بجامعة بإنجلترا، عضو في متحف بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشار لبرنامج تلفزيوني علمي شهير. معنى كل عمل قام به نزار إبراهيم: أستاذ، من يمارس مهنة التعليم، الماهر في صناعة يعلمها غيره، باحث، محقق ومنقب في قضايا الفكر والمعرفة، عضو، المشترك في حزب أو شركة أو جماعة أو نحو ذلك، مستشار، العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر ما.
السؤال الثامن: بماذا يمتاز المغرب في نظر العالم نزار إبراهيم؟ يمتاز المغرب في نظر العالم نزار إبراهيم بكونه أكثر البلدان ثراء في مجال الحفريات، فهو يحتوي على آثار لجميع المراحل الرئيسة لحياة كوكبنا وتاريخه. السؤال التاسع: ماذا يتمنى العالم نزار لبلده المغرب؟ يتمنى نزار لبلده المغرب بناء متحف وطني للتاريخ الطبيعي لتسليط الضوء على بلده. السؤال العاشر: أستخرج من النص ما يدل على ما يأتي: اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة، حب نزار للطبيعة، حب نزار لوطنه المغرب. ما يدل على اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة: نال بكالوريوس العلوم، درجة الدكتوراه من كلية الطب، تابع دراسات ما بعد الدكتوراه لأكثر من 4 سنوات، باحث. ما يدل على حب نزار للطبيعة: كان لديه شغف بالحيوانات، اهتمامه بالأركيولوجيا والحفريات. ما يدل على حب نزار لوطنه المغرب: يعمل مع عدد من الباحثين والطلبة المغاربة، يتمنى بناء متحف وطني للتاريخ الطبيعي في المغرب. السؤال الحادي عشر: لماذا أحب نزار إبراهيم علم الحفريات؟ أحب نزار إبراهيم علم الحفريات منذ صغره، عندما قرأ كتابا عن الديناصورات ومشاهدته لهيكل عظمي لأكبر ديناصور في العالم. السؤال الثاني عشر: لماذا تجعلنا القراءة نحب العلم؟ ما أهمية مغاربة العالم بالنسبة لبلدهم؟ تجعلنا القراءة نحب العلم لأنها مصدر للنمو اللغوي، وتمنح الفرد القدرة على اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتوسيع مداركه وقدراته، وتعمل القراءة على زيادة الرغبة في التعلم. أهمية مغاربة العالم بالنسبة لبلدهم: التعريف بالمغرب، تنمية الاقتصاد الوطني، جلب العملة الصعبة والاستثمارات. السؤال الثالث عشر: أستعمل كما في الأمثلة. سألتهم مندهشا، سألت أبي مستغربا، أجابني أبي قائلا. ترك العازف الجمهور مندهشا. زرت مسجد الحسن الثاني فضللت مندهشا من بنائه. تابعت حركات البهلوان مستغربا. تابع الجد كلامه قائلا: احترم الآخرين. السؤال الرابع عشر: أعبر عن معنى الجملة: حلق في سماء العلم مثل الطائر، مستعملا عبارات: وكأنه، يشبه، شبيه ب. معنى الجملة: حلق في سماء العلم مثل الطائر، بلغ درجة من العلم عالية، وكأنه عالم، يشبه في علمه رجلا حكيما، ارتفع في مجال العلوم والحفريات وكأنه نسر،
علمه شبيه بموسوعة شاملة. السؤال الخامس عشر: أرتب الجمل وأربط بينها لأنشئ تعريفا بسيرة العالم نزار إبراهيم. الجملة الأولى: نشأ نزار في ألمانيا. الجملة الثانية: ثم تعلم في عدة جامعات. الجملة الثالثة: ليصبح عالما في الحفريات. الجملة الرابعة: ثم قام باكتشاف آثار ديناصور قديم. الجملة الخامسة: وفي الأخير شجع البحث العلمي في بلده.